المساء جميعا، اهلا وسهلا فيكم بربوع الديكواني. مسا الضيعه الجميله، المدينه الحلوه اللي كلنا نفتخر فيها. الفيلم الوثائقي بصوت كارول عمر شخطوره فويس اوفر. دايما كارول واقف حدي بتساعدني، ما كل ست بتساعد جوزها، وكمان الشيخ كمان المفروض يكون سند لمرته. شفتهم؟ لقد رايتم تاريخ الديكوانه واهميتها على الصعيد التاريخي والجغرافي والصناعي والثقافي والاجتماعي، وهذا موجز بسيط عن هذه المدينه الرائعه لاهاليها والمحبين. قد يتصور البعض أن البلدية هي تأمين صيد وحراسة وتعبئة طرقات مثل ما شفتم من كم يوم وإعطاء رخص فقط. هذا غلط شائع كثير كبير. لأن البلدية هي أعمق بكثير من هذه المواضيع التي من واجبها خلق مناخ يوجد فيها قيم تحافظ على الرابط العائلي والتضامن الأخوي والعلاقة السلمية بين جميع الأفرقاء. من هنا نستذكر سيدنا يسوع المسيح عندما دخل إلى الهيكل ورأى ما رأى من مال وتلاعب ومرابين يستعملون أورقة الهيكل للغش والتجار غير مشروع. قال لهم: بيت أبي بيت صلاة وعفة يدعى، وجعلتموه بكرا للأفاعي والنصوص. قام ما قام به حبا منه لبسطية بيته وبيت الله. هنا نفس الموضوع، على كل شخص أن يحب الديكواني أن يقول: ديكوانيتي أحبك وسأحررك من الأفاعي والنصوص وما فعلتموه بها. فكنا بالمرصاد، والنتيجة أتت بأفضل بفضل الله إيجابية حسب نيتنا الطيبة، وأكفلت جميع المحال والأوقات في الديكواني التي تخنق وخنقت العائلات والمجتمع وتفكك الأسر عن بعدها البعض. والنتيجة كانت 11 من أصل 11. ما حدا قدر استنجد، أما قدر بقوة القانون أنه يسكر 11 محل من أصل 11. في بلدية وحدة سكرت محل، عملوا منها ريبورتاج نص ساعة على التلفزيون، نحن سكرنا 11. والآتي أعظم مثل ما قلت قبل. وهذا انجاز كبير، لاننا نحن ادرى بما يحصل في هيكلنا اي الدكانة الحبيبة. وهذه هدية عيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح لاولاده في الدكانة مبروكوس دار الحسين. مبروك لكم، فلتحيا الدكانة وتحيا العدالة والحق والقانون. لقد انتصر الحق على الباطل، وكل ما هو بني على باطل هو باطل. إكمالا للمسيرة، بسنة 2016 إجت البلدية بالتزكية لغاية اليوم. نحن شاكرين جميع الفعاليات السياسية الخارجية والداخلية وأهالينا في الديكانة على هذه الثقة الكبيرة التي تشجعنا على تطوير العمل البلدي على كافة المستويات. أولا الانفتاح السياسي والعلاقة المميزة مع كافة الفرقاء السياسيين على الساحة المسيحية والإسلامية وحتى الوطنية العليا. فضلا عن العلاقات مع الإدارات والوزارات المعنية من وزارة الأشغال، شفتوا مثل ما قلنا إنه كان في تسهيل اليومين، الله راد بالربيع أحكي الفرش نص الديكوانة لأن الدفيات أمر مباشرة ومضوا كله مسلق في شتي جاي على باب مرحي والزفر. والانماء والاعمار الذي سنستفيد منه من تنفيذ طريق المكلس الى ساحه الديكواني وصولا الى جسر الاشرفيه عبر طريق الميدان، وذلك بفضل اتصالنا مع القصر الجمهوري. صار في اتصال مع القصر الجمهوري بخصوص الموضوع، اجوا كشفوا مع الانماء والاعمار، توجه لهم الف تحيه
من المكلس لبيت الساحة طريق 20 متر اللي هي صلاحية إنهاء العمار ستنفذ ولغاية طريق الأشرفية جسر الأشرفية عبر طريق الميدان. نحن بنشكرهم. إضافة إلى ذلك كان في سوء تفاهم نحن وشركة رامكو. سوء تفاهم كثير كبير. بس كمان بالقصر الجمهوري صار الحل اللي هو إنه تلاقي الشركة ياخذ الجمع. هلا أخذوا المناقصة تبع الكنس. صار في جمع بالكنس. إضافة إلى ذلك كنتم بتعرفوا بأزمة تموز 2015 تموز إنه الديكوان الوحيد اللي كانت المناطق على الساحلية ما كان فيها زبالة. حطوا بمنطقة مرموز. شال 1500 كاميون راحوا على القسطة الرابعة بعد في 1500 نقلة. هذا الكتاب من شركة رامكو بعد جهد جهيد وتواصل دائم ودؤوب بيقولوا فيه إنه هن راح ينقل 1500 نقلة راح يشيلون على حسابهم الخاص يدفعوا هن 6 دولار على النقلة للشوفير ما بعرف. هذا هو الطلب. هذا إنجاز كبير منا كبلدية ديكوانة لغير بلديات نحن عنصورة في ذلك. وقت كنت عم احكي بالقصر الجمهوري كمان حكيت باسم كافة البلديات استأذنت منهم. وأيضا هون بدي أشكر وزارة العدل ووزارة الداخلية على المساعدة القيمة اللي ساعدونا فيها وخاصة الوزير سليم جايصافي بوجه التحية. والوزير الداخلية الأستاذ مهاجر مشنوق ودولة الرئيس ميشيل مرق وفخامة الرئيس العمال ميشيل عون اللي ساعدونا كلهم على تسجيل ال 11 محل وهذه الحقيقه اللي صارت وهذا الواقع اللي صار. وايضا بنشكر كمان وزاره الصحه على المساعده في تقديم دواء وعلاج العدد الكبير ممن يعانون من امراض المستعصيه وذلك بالتعاون مع مستوصف بلديه الديكوانه عبر الدكتور عبدو فريم والمكتب الصحي التابع للديكوانه. شكرا دكتور عبدو فريم. كمان بنشكر التعامل نحن وزاره الشؤون الاجتماعية اللي قدمتنا هي لبلدية ديكوانة. نتشكر أستاذ دولي رزق. كمان في حدث بفضل أستاذة عبير جبيلي مسؤولة العلاقات الداخلية والخارجية ببلدية ديكوانة. أهلا وسهلا فيك اللي مبروك. هو مشروع نموذجي بدأ العمل فيه بالتعاون بين البلدية ووزارة الصناعة وجامعة البرلمان ويرمي إلى تحسين وتطوير المدن الصناعية في الديكوانة. هناك زيارة قريبة إلى البلدية للوزير حسين الحاج حسن ذلك بمساعدة الدكتورة عبير. شكرا. فضلا وجامعة الألقى فضلا عن وزارة الشباب والرياضة سيزاد مهم شكرك هون على التعاون الدائم معها من خلال التجمع الشباب الثقافي الذي أرأسه من خلال مساهمة الوزارة البلدية ب 225 مليون ليرة لبنانية لتأهيل ملاعب بلدية الديكوان. وأيضا وزارة الزراعة والتعاون الدولي السلمي معها من خلال حملات تشجير وتقدير وتقديم الشجر والشطور للبلدية وشكر هنا لمديرها العام الدكتور بيسلحو. أما في الإدارات نحن علاقتنا ممتازة مع الجميع. أكيد ممتازة أولاً مع وزير الداخلية. ممتازة مع سعادة الحافظ منصور ضو وجاله تحية. مع المحافظ الجديد كمان. مع الأيام مهام علي الحداد اللي هي مكتبينا مكتبنا الأحلام أي طرف. كمان أنا بحب وجه هون المساعدة القيمة لرئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية. ورئيس الهيئة العليا للتحقيق القاضي مروان عبود. عشان هون بنقول إنه البلدية لازم تكون عاملة انفتاح مش بس انفتاح سياسي، انفتاح على كافة الإدارات وخاصة الجمعيات منهم أساسا كاريتاس لبنان. نحن منفتحين مع المديرية العامة مع الرئيس العامة بيرأسها البير بول وخاصة مع كاريتاس الديكواني. مع الصديق الاحمر اللي بيرأسها الدكتور رمضان الزبري وجامعتكم النور و باعة الرساله التي شرفنا على انهائها مع
هو مشروع نموذجي بالديكوانه رح يكون فيه 30 دخل العجزه والستون ديكور رح يكون موجود بالديكوانه. وكمان ايضا هون الشكر الكبير لجمعيات الديكوان، اول شيء اخويه الحبل بلاد نص نشكرها، جمعيه قلب سوا، جمعيه لخ التلازه وباقي جمعيات التي يمكن معرفتها في الديكوان وهن كثار. ويوجد علاقة عضوية مع نادي الروضة الديكواني الذي رأسه المختار جورج بعبود. هذه العلاقة من سنة 1941 ما قبل بين أهالي البلدة وبين نادي الروضة. أما بالنسبة للوضع الأمني اللي الكل بيتشكل منه، إحنا علاقتنا مع كافة الأجهزة علاقة طيبة مع الأمن العام، مع أمن الدولة، مع قوى الامن الداخلي، مع قائد الطرق، واخيرا مع قائد الجيش العائمات الجيش عون. هي كانت هديه من فخامه الرئيس للجيش اللبناني وللدوله اللبنانيه، نحن بنتشكر على الهديه. كمان بدي اتشكر هون شرطه بلديه الديكانين والمعاون رجاء بعبود ورئيس الشرطة ورئيس الشرطة المها الأول أمين لطفي، لأنه عندهم سرعة قوية بالتدخل وأنتم ما عم تعرفوا شو عم يصير بالليل. أنا قال نهار اثنين ثلاثة أربعة وأربعة ونص بالليل بعرف شو عم يصير عشية. نحن بنشكركم مجددا. أما في السياسة العليا الوطنية استاذ لي، نقدر كل فعاليات الوطنية، نقدر كل فعاليات المدن وبالتحديد دولة رئيس ميشيل المر اللي بكرر وجود الأب الروحي والسياسي لعائلة شكورة وبالتحديد عائلة قنطان نورا شكورة. ومسك الختام تطلب من الله أن يحفظ لنا بي الكل فخامة الرئيس العماد ميشيل عون. السهل على الدستور، على سيادتنا وكرامتنا. نتمنى له دوام الصحة والعافية وراحة البال ليكمل الإبحار بسفينة الوطن إلى بر الأمان. وأخيرا أما أنتم يا أعز الناس بيدي تكوني، انتو اقربانا احبائنا، مهما توسعت علاقاتنا في الخارج ومعارفنا بتضلوا انتو اولا، تكويني اولا، اهل التكويني في كل اعتبار. اهلا وسهلا فيكم يا السهرة. بنختم سنة 2017 لننتقل من زمن الميلاد 2017 لسنة 2018، إن شاء الله بتكون سنة خير وبركة وصحة وعافية، وخاصة لمجتمعنا وأمن وطننا لبنان، وشكراً.